مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مساء يوم جديد، مساء الامل والعمل، مساء الاجتهاد، مساء احلى حاجه حلوه عليكم يا اعظم شعب في العالم، الشعب المصري العظيم. في الحقيقه دايما متعودين معاكم في مع الناس ان احنا بنبدا حلقتنا بجوله اخباريه، ودائما طبعا بنبدا بالشارع المصري والشان الداخلي المصري. خلينا نقول ان خلال الفتره اللي فاتت البلد كانت بتشهد في ارتفاع عالي جدا ونقص في الادويه ملحوظ في الفتره الاخيره، ده أثار طبعا قلق عند بعض المواطنين، وأيضا مش المواطنين فقط، كمان وزارة الصحة وأطباء الصحة العامة، ولكن تم الاستجابة سريعا جدا لهذا التحدي، وبدأت إعلان من قبل الحكومة على خطة شاملة بتهدف لتوفير الأدوية المفقودة وكمان ضمان تلبية احتياجات المرضى وخصوصا الأمراض المزمنة. والخطوة دي طبعا بتأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز النظام الصحي وضمان الوصول للرعاية الصحية المتكاملة والمناسبة لكل المواطنين. وطبعا ما حدش يقدر ينكر ان الأدوية الحاجة الوحيدة اللي ما حدش يقدر يستغنى عنها، وخصوصا اصحاب الامراض المزمنة. وللتعليق على هذا الخبر معانا طبعا الدكتور محمد انسي الشافعي، نقيب صيدلة الاسكندرية. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذه بسمه، ازيك؟ اهلا واهلا بالساده المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. لو هنتكلم على ملف الادويه، ملف الادويه ملف كبير جدا، وطبعا اكيد ارتفاع سعر الدولار يعني بيحمل طبعا عائق كبير جدا على كل الصيادله وبالاخص كمان هيئه تصنيع الدواء، ولكن اختفاء بعض الادويه وايضا في البعض بيحتكر، وفي برضو البعض من المواطنين بيخزن بعض الادويه، دي عملت قلق كبير جدا وخلت الناس تتساءل هل في يوم من الايام أيوة. ممكن يصحوا ما يلاقوش الادويه الاساسيه والادويه المزمنه؟ طبعا بشكر حضرتك على الاهتمام بملف خطير زي كده، وفعلا الشهور اللي فاتت كمواطنين قبل اي شيء واجهنا مشكله في كثير من عدد من الادويه الحقيقه، وطبعا متشعبه ومتفرعه وليها كذا طبعا من جديد. طبعا تحليل سعر الصرف، ثم بعض المخططات التصنيع، ثم الموزعين، ثم يمكن عانى منها السيارات زي الموطنين بالظبط. الصيدلي هو عايز طبعا يوفر الدواء وعايز يخدم مريضه وكله واجه. الخبر الكويس يمكن وعايز اركز على جزئيتين مهمين يهموا حضرتك جدا أسمع. وهم اولا توجيه معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء لبدء كتابة بعض الروشتات أو كتابة الروشتات بتركيبة الدوائية بتركيبة العلمية. يعني إيه؟ يعني كل صنف دوائي بيبقى له 12 مثيل، هو نفس المادة الفعالة بالظبط. يعني تقصد تقول البدائل بتاعة الأدوية؟ التكوين بنفس التركيز بنفس كل حاجة. فطبعا دي حاجة كويسة، مش هقول هتحل المشكلة، لكن هتحل 50 60% من المشكلة، ان المريض دلوقتي ممكن يدخل، وبالذات مع الاقتصاديات الصعبة لأهالينا والظروف الاقتصادية، ممكن يدخل على الصيدلية الدواء ده مش موجود، ولكن هو مثيله بالظبط، هو نفس المادة الفعالة بالظبط. طيب موجودة باسم تجاري مختلف، وبالتالي في قلق على فكرة، وفي الأغلب بتكون أرخص، شركة محلية، شركة وطنية. دكتور محمد معلش أنا محتاجة أتوقف مع حضرتك بس ثانية واحدة، فطبعا هو دي حاجة شيء من الأمور اللي هتسهل كتير. حضرتك سامعاني كويس يا أستاذة بس؟ أنا سامعة حضرتك، بس خلينا برضو نطمن الناس إن المادة الفعالة لكل دواء، يعني إن هما لما يجوا يشتروه طالما نفس المادة الفعالة هو هيدي نفس برضو الدواء ونفس العلاج، ومفيش اي تاثير. هو نفس الدواء بالظبط، هي اختلاف بس حل ازمه. انا بقول لحضرتك وانا والواحد خد سنين طويله، هو نفس الماده بالظبط، هي نفس الماده بالظبط، مش ماده شبهها ولا ماده بتجيب نفس المفعول، مش ما يسمى بالبديل، لا في بديل، ده اللي هو دواء زيه بيجيب نفس المفعول. انا ما بتكلمش على كده، احنا بنتكلم على نفس الماده بالظبط بالظبط، بنفس التركيز، بنفس الشكل الدوائي، كان كبسوله، كان اقراص، كان سيرب او شرب، كان حقنه، ولكن اختلاف شكل. طيب اهم حاجه الاسعار يا دكتور، هو نفس الماده الفعاله. طيب. بالظبط، وخلي بالك اغلبها شركات وطنيه. وطبعا الصحه العالميه ومنظمه الصحه وكل الاوديتنج دلوقتي بقى فيها هيئات بتتابع الكلام ده، تتاكد من صحيح جوده التصنيع بشكل يحاكي الشركات الدوليه بالظبط.
واهم حاجه السعر. ما هو احنا النهارده احيانا بنلاقي بعض الادويه انسحبت من السوق وبنلاقيها نزلت 200%. في خبر تاني يهم حضرتك جدا، انا عايز عشان وقتكم برضو ده يعني حاجه مهمه جدا، ان فعلا هيئه الدواء اكدت من يومين بالظبط وبدا يبقى في ضخ لمجموعه ولاصناف دوائيه مهمه جدا ومجموعات دوائيه ما كانتش موجوده وكان فيها نقص كبير الفتره الشهور اللي فاتت، الاربع شهور اللي فاتت في السوق اليومين دول، بعضها مضادات حيويه بعضها ادويه ضغط، كان فيها نقص كبير الحقيقه الشهور اللي فاتت. لا نزل كميات. طب يا دكتور لما الكميات يعني هتبقى اسعارها عاليه، السون الهاي بايوتيك الحاجات دي كلها نزل الكميات. طب الاسعار يا دكتور اضافه لبعض ادويه الضغط زي الكونكور، وده حاجه معروفه جدا ومطلوبه جدا طبعًا. اكيد عند حضرتك اهالي وجيران طبعًا. الحاجات دي كلها نزلت بكميات، يعني حصل تصريح طبعا من دكتور علي الغمار رئيس هيئه الدواء، نزلت اللي نزل ب 3 مليون علبه واللي نزل ب 800000 بس علبه. بس الاسعار يا دكتور انا محتاجه اكد على الاسعار، هل هيبقى في زياده في الاسعار؟ ان شاء الله يعني كويس ان شاء الله، والى ان تنفرج الازمه بالكامل باذن الله، وهذا يعني ما نتمناه وما نرجو وما نشد على ايد الحكومه فيه ان شاء الله. تمام انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. طبعا دكتور محمد انسي الشافعي نقيب صيدله الاسكندريه بشكر حضرتك، وما زلنا لسه طبعا بنتكلم عن ملف الادويه لان الملف ده ملف كبير جدا وملف ما نقدرش نستغنى عنه، لان مين فينا ما عندوش حد في عيلته او في اسرته مريض؟ مين فينا يعني كلهم طبعا مع السن وتطور العمر لازم بيبقى فيه امراض قلب وضغط وسكر، الامراض طبعا اللي احنا عارفينها طبعا. ولكن خلينا طبعا كمان للتعليق ما زلنا على هذا الخبر، معانا طبعا رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه الدكتور علي عوف. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. لو في البداية حابين طبعا ناخد خبر صار من حضرتك طبعا، وألا وهو أن في ضخ لبعض الأدوية اللي كانت مختفية الفترة اللي فاتت، بدأت الفترة دي نزلت في السوق مرة تانية، ولكن هنا السؤال هل الأسعار هتكون فيها زيادة بسيطة ولا هنلاحظ ارتفاع في أسعار الأدوية بشكل ملحوظ؟ أولا هو طبعا الحكومة ودولة رئيس الوزراء من 3 شهور قال أن الأزمة هتحل في خلال 3 شهور، وفعلا احنا في شهر 10 معظم الادويه بالاسماء التجاريه المشهوره اصبحت النهارده متواجده بنسبه 95%، ودي نسبه كبيره جدا، وتم ضخ كميات كبيره ادويه الضغط والسكر والمضادات الحيويه وادويه الحساسيه، كل ده تم ضخ كميات منه. فالنهارده اصبح الحمد لله الادويه اللي هي الشائعه والاكثر تداولا موجوده. هناك تحريك تم لبعض الادويه في الاسعار متوسط زياده السعر كمتوسط حوالي 25 لـ30% على حسب، لو امراض مزمنه ممكن بتبدا من 10 إلى 30% على حسب تكلفه كل شركه، لو غير امراض مزمنه بتبقى اعلى من كده، ولكن المتوسط بنقول من 25 لـ30%. بس الحمد لله الدنيا بقت افضل واحسن بكتير جدا يعني. طيب يا دكتور انا محتاجه كمان اطمن على الانسولين، الانسولين كمان في بعض الشركات سحبت منتجاتها، ولكن لو الانسولين طبعا في ناس عايشه حياتها عليه، فالنهارده لو انا عايزه اطمنهم هل الانسولين كمان ليه بدايل نفس الماده الفعاله موجود؟ هو بصي، اول حاجه الانسولين موجود ليه بديل نفس الماده الفعاله موجود في مصر، وشركه وطنيه وبينتج انسولين محلي بيكفي كل مستشفيات الشراء الموحد الجيش والشرطه والجمعيه ووزاره الصحه، موجود ومتغطي بالانسولين المصري. هل الانسولين ده قادر ان هو يغطي السوق المحلي؟ قادر، ولكن الى ان يتم الاعتماد على الانسولين المصري فالانسولين المستورد هو المكتسح دلوقتي في القطاع الخاص واستحواذه بنسبه عاليه، وعنده اشكال للحقن اللي هي الاقلام وكده، فده يمكن الميزه التنافسيه عنده انه عنده حاجات افضل، ولكن احنا ماشيين في تطوير الانسولين المحلي. الانسولين حاليا متوفر المستورد والمحلي بكميات لدرجه ان موجود في الاجزخانات دلوقتي ومحدش بيسال عليه.
بس يعني خلينا كمان يعني برضو نبعت رسالة برضو من حضرتك يعني لاتخاذ الإجراءات الصارمة لكل صيدلية ممكن ان هي تحتكر دواء، وخلينا من خلال حضرتك نأكد ان في رقابة دايما على كل الصيدليات اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية، عشان في بعض الناس وبعض يعني بعض الآراء بتحاول ان هي تشكك، لا ده الصيادلة بيخبوا الأدوية عشان ينزلوها بسعر أعلى، لا ده في احتكار لبعض السلع. فخلينا نقول الإجراءات الصارمة اللي هتتم النهارده. اولا ما فيش صيدلي يجرؤ ان هو يسبي دواء، لان هيئه الدواء بتبقى شايفه ومتتبعه حركه الدواء من اول ما بيتم استيراده او بيتم تصنيعه، ثم الموزع، ثم الصيدليه بتبقى عارفه كل مكان فيه ايه. لو حد شك ان هو راح صيدليه والراجل قال له ما عنديش رقم 15301، 15301 ده هيئه الدواء، يبلغ يقول انا رحت الصيدليه الفلانيه قال لي ما فيش، او رحت الصيدليه الفلانيه وقال لي السعر اللي موجود كذا، يعني سعر اعلى من السعر الرسمي، خلاص يتصل بهيئه الدواء، هيئه الدواء بينزلوا تفتيش وبيتاكدوا اذا كان الدواء موجود او بيتباع بسعر مغالى، لو في هيئه الدواء بتحول على طول الى التحقيقات والنيابه وكده، ولو التقصير من التوزيع هيئة الدواء بتاخد اجراء قانوني مع الموزع. تمام، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا. كمان خلوني اروح لخبر مهم جدا، وهو خبر الاسكان يعني بدات تطرح في اعلان، تم طرح كراسات الشروط وتم تحديد من قبل صندوق الاسكان الاجتماعي الفتره ما بين 18 نوفمبر طبعا لهذه السنه 2024 حتى يوم الاثنين يوم 25/11/2024 لطرح كراسات شروط مشروع السكان الاجتماعي للمصريين. وخلينا طبعا للتعليق على هذا الخبر ونعرف ايه الشروط اللي يجب توفرها طبعا لحجز الشقق الاسكانيه. معنا سياده النائب ايهاب منصور وكيل لجنه القوى العامله بمجلس النواب. سياده النائب برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اتشرف بيكي وكل الساده المشاهدين المحترمين. اهلا بيك سياده النائب. لو النهارده عايزين نعرف المواطنين مين اللي ليه الحق في الاستفاده من مشروع الاسكان. طبعا يعني في البدايه بقول انه مشاريع الاسكان دي جيده جدا وبتفيد المواطن، لانه الحقيقه يعني كان في سنين عمرنا اللي فاتت ما كانش فيه وحدات اسكان حقيقي، كان الموضوع بيبقى قرعه شكليه ما كانتش بتحصل، لكن دلوقتي الحقيقه في مشاريع حقيقيه بتحصل وفي اسكان حقيقي. دلوقتي الاسكان المطروح ده عباره عن اسكان في سكن مصر ودار مصر وجنه واسكان متميز، الاربع حاجات دول. دي اول حاجه، دي على الاماكن. الوحدات المتاحة دي في 15 مدينة جديدة بحوالي 6575 وحدة. الحجز على الموقع الإلكتروني المنشور على الصفحات بداية من أمس ولحد 26 ديسمبر اللي جاي. المساحات بتتراوح من 100 ل 150 متر، دي المساحات المتاحة وموجودة. والخطوات انه بيدخلوا على المدينة، اللي عايز يحجز بيحجز مدينة اللي هو عايز يحجز فيها، وبيختار المشروع وبيختار الدور، هو عايز ارضي ولا متكرر ولا اخير ولا ايه، وبيدفع مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة، وبعد كده بيمشي بقى في الخطوات وبيسدد بأي طرق إلكترونية كاش أو فوري حسب أو طيب. ماستر كارد أو أي مكان. طيب سيادة النائب، يعني هل من يعني خلينا برضو في بعض المشاريع بتبقى فيها جزء استثماري، هل من حق أي مواطن إن هو بيتم وبيبقى فيه تسهيلات في الأقساط بتاعته، وإن لم يتوافق عليه الشروط المبالغ اللي بيدفعها هل بيستردها مرة تانية؟
بص حضرتك، طريقة الإسكان عموما بتبقى في مبلغ جدية حجز في الأول، وفي اشتراطات معمولة. الاشتراطات دي انطبقت على المواطن إذا يقدر يعمل يكمل الخطوات، ما انطبقتش عليه إذا هو بره الاشتراطات مش هيمشي في الخطوات. يعني ده بيبقى باين من أول ما بيبدأ يروح يحجز، صح كده يا سيادة النائب؟ يعني هو لسه رايح يحجز بيجي له الشروط دي، إذا تم التوافق عليها هيدفع التعاقد اللي هو بتاع جدية الحجز، ما تمش التوافق من البداية يبقى مش هيبقى فيها دفع فلوس، صح كده؟ بالظبط، هيلاقي على الموقع الشروط كلها إيه، وبناء عليه بيقدم، وبعد ما يقدم بيمشي بقى في اجراءات التقسيط واجراءات الدفع الجديه، وبعدين التقسيط اقساط حسب الوحده ايه ومكانها ايه ونوعها ايه ومساحتها ايه، كل واحد بيبقى له الاقساط على حسب الوحدات. ده برضو عايز انوه ان ده غير الاسكان الاجتماعي اللي الوزاره قالت انها تطرح ان شاء الله، طرح في خلال الشهر القادم باذن الله، طرح اخر للاسكان الاجتماعي بيبقى اقل في السعر والمساحات بتبقى اقل شويه. طب امال هنا معلش يا سياده النائب، هنا المفروض يدخلوا على ايه؟ يعني ايه اللي المفروض يدخلوا عليه؟ شوفوا الشروط في موقع مسكن محور الوحدات، وفي رابط بالانجلش موجود على موقع الوزاره موجود، وانا نشر على صفحتي يعني موجود. تمام. اسمه موقع مسكن شرطه محور الوحدات، ده بيدخل عليه المواطن بيحجز ويكمل الاجراءات منه. تمام، انا بشكر حضرتك جدا على سعه صدرك وعلى توضيحك لينا. معالي النائب ايهاب منصور وكيل لجنه القوى العامله بمجلس النواب، بشكر حضرتك جدا. كمان خلينا نروح ل في تكليف معانا المفروض ان انا هقراه لحضراتكم دلوقتي، معانا خبر عاجل. طيب لحد ما نبدأ للخبر خليني طيب في البداية أروح لفاصل، لكن معايا خبر هيكون بعد الفاصل، ومعايا فقرة في غاية الأهمية بيتكلم عن سن المراهقة ومشاكل الشباب والفتيات في الفترة الأخيرة والظواهر اللي بدأت تدخل على مجتمعنا. أروح لفاصل سريع، استقبل ضيفتي وارجع أكمل مع حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح للخبر اللي معانا النهاردة. طبعا في إدار تعزيز علاقات التعاون الأمني الثنائي مع دول الصديقة، كما السيد محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، تلبية لدعوة السيد وانغ شيا هونغ وزير الأمن العام الصيني لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الأمني بين الجانبين، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مطار العاصمة بكين من قيادات وزارة الأمن العام الصينية والسفير المصري لدى جمهورية الصين. وأكد سيادته عقب وصوله على أهمية تعزيز آليات التعاون الأمني المشترك في ضوء تعزيز التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات المرتبطة انتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها. ده طبعا أهم ما جاء خلال طبعا وصوله وزيارته إلى الصين. في الحقيقة خليني أبدأ بقى مع حضراتكم فقرة اللي معانا دلوقتي في غاية الأهمية. عندنا مشاكل كثيرة جدا للشباب والبنات في سن المراهقة، عادات وتقاليد بنكتسبها من الغرب، أفكار أيضا مختلفة وبعضها يعني لا يتناسب مع أخلاقيات مجتمعنا، مش كل حاجة نعرف نعملها ومش كل حاجة بنشوفها بتليق علينا. علشان كده قررنا النهاردة نفتح ملف الشباب في سن المراهقة طبعا مع الدكتورة الجميلة صديقتي طبعا على المستوى الشخصي طبعا دكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية ومستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة. مساء الخير يا دكتور. مساء الجميل، أهلا وسهلا بيكي وتحياتي لموضوعك الشائك فعلا.
تحياتي لحضرتك طبعا، ولكن خلينا نتكلم على المشاكل اللي بقت في الفترة الأخيرة، وخصوصا خلاص مع بداية العام الدراسي الجديد، فكل سنة ولادنا بيحسوا ان فكرهم اختلف، ان هم كبروا، ان هم لا انا بقى عندي ذاتي وشخصيتي. احنا كنا بنشوف ده في السن مثلا اللي هم في الاعدادي، دي سن المراهقة، لا ده احنا دلوقتي بقى عندنا الواد بقى عنده 10 سنين عايز يثبت كفاءة، وقبل كمان. هنا الغلطة هنا ترجع لمين؟ ترجع لان الام ما علمتوش ان هو يبني شخصيته، ترجع لان في مثلا عنف مثلا من قبل الام، فهو بيبقى عايز يخرج بره يفرض سيطرته. المشكله عند مين هنا؟ طبعا انا بحييكي جدا على اختيار الموضوع الحقيقه، لان هو موضوع شائك جدا، خاصه في المرحله المحيره اللي هي بنقول عليها، اللي هي ما بين كمان بالذات 15 و 25 سنه، دي يعني في حد ذاتها بتعتبر مشكله كبيره، دايما مرحله بتبقى مفقوده عند الشباب بشكل كبير جدا. طيب خليني اقول لك الاول، هو اهميه بناء الانسان ايه اساسا عشان نقدر ان احنا نهتم بمجال التربيه، وبنهتم بمجال السلوك، وبنهتم بمجال علم النفس التربوي لتربيه ابنائنا. الحقيقه احنا يعني بصدد تردي ثقافي شوية في فكرة ان مين اللي جاي يربي ولادنا، دكتورة ايه اللي جاي تتكلم في التربية، دكتور ايه اللي جاي يقول لنا المفروض تعملوا ايه وما تعملوش ايه، احنا بنربي زي ما تربينا. طيب هو على عيننا وعلى راسنا، والله يا جماعة احنا بنربي اصلا فعلا ولادنا زي ما تربينا، ولكن مع تغيير ايديولوجية الفكر اللي احنا بنعمله. يعني الناس اللي دايما عندها مهاجمة لفكرة التربية الايجابية ومتخيلة ان دي حاجة سلبية جدا وبتبوظ المجتمع وبتبوظ الجيل، خالص على فكرة التربية الايجابية ما هي الا محاكاة او نمذجة للتربية اللي احنا تربينا عليها، ولكن بمستحدثات العصر بس. ولازم ابقى مفرقه ما بين ان ده سن التميز ولا ده سن مراهقه. ده حقيقي، ده حقيقي. طب ازاي الام هنا تعرف ده انهي سن فيهم بقى؟ شوفي، هو احنا عندنا تحدي كبير جدا. انت يمكن كنت في المقدمه بتقولي هي الغلطه دي جايه منين. احنا عاده عارفين ان سن البلوغ مثلا فسيولوجيا هو اللي مرتبط دايما بالتطور السيكولوجي اللي يطلع لنا شخصيه الطفل المراهق. صحيح. ولكن خليني اقول لحضرتك ان تحديات الجيل الرابع والحداثه التكنولوجيه والانفتاح التكنولوجي اللي حاصل دلوقتي اصبح بيتحدى الفطره البشريه. صحيح. بمعنى ان في ابحاث عملتها عن القصه دي، لقيت قبلها ان ازاي ان طفل عنده 8 سنين وبيعاكس بنت في الشارع، ازاي ان طفل عنده 9 سنين وممكن يكون بيتحرش ببنت، ازاي ان بنت تبقى في اولى ابتدائي ويلفت نظرها كلمه بحبك وبحبك وجوابات من تحت. احنا كنا بنشوف الكلام ده زمان، بس ما كانش بالمنظر ما اللي احنا شايفينه ده، بالاجتياح يعني اللي احنا يعني فيه. هل دي مثلا خطا المدارس المشتركه، ان احنا نودي اولادنا في مدارس مشتركه؟ طب انا عايزاه يبقى ابني او بنتي منفتح برضه. طب انا المفروض النهارده اعمل ايه؟ لما الاقي ابني جاي لي في ابتدائي يقول لي انا بحب واحده صاحبتي، ولا الاقي بنتي جايه تقول لي انا بحب واحد صاحبي، هو المهم نعرف بقى ايه اللي حصل اصلا. اعمل بقى ايه؟ انا المفروض كأم النهارده اتقبل ده، ولا زعق، ولا اخد الموضوع ببساطه، ولا لازم يبقى في عنصر من الخوف شويه او من الرعب عشان خاطر الموضوع ما يتمداش؟ لا، هو مهم ليكي كأم وكأب ان انتوا تدركوا فكره ان بقى في تغيرات فعلا ما بقتش موجوده بالشكل النمطي اللي كنا متعودين عليه زمان. ما بقاش شرط موضوع البلوغ عند الولد او عند البنت عشان نلاقي ان التطور السيكولوجي او النفسي ابتدى يحصل عندهم. لا، المتعارف عليه ان دايما مرحله المراهقه، ده المتعارف عليه او القاعده العريضه بتقول ان لما الطفل بيبتدي ان هو يبلغ، سواء الولد او البنت بقى، بالاحتلام او بالشارب او بالبيريود او عند البنت، الحاجات دي كلها هي اللي بتقول ان كده بقت البنت داخله في مرحله المراهقه او الولد داخل في مرحله المراهقه. احنا بنتكلم في مرحله خالص ما قبل المراهقه خالص يعني، بقى ما بقاش ده شرط دلوقتي خالص. شرط المراهقه ليه بقى؟ لازم اقدر ده وما اقولش ان ابني مش متربي او لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان في انفتاح حواليه هو اللي بيلفت نظره بشكل اسبق من فئته العمريه. فبالتالي هو بيبقى عنده تطلع، لان خلي بالك دايما الطفل دماغه فاضيه مش زينا. يعني البطاقه المعرفيه بالنسبه له تعتبر فاضيه بشكل كبير قوي، فاي مثير حسي ومعرفي حواليه هو بياخده على محمل الصدق قوي قوي وعلى محمل الفضول قوي قوي، وبيبتدي ان هو يدور حواليه. فلازم نحترم الحته دي، ما نقولش ايه لا ده احنا ما كناش عيال، لا هو الموضوع مش كده خالص. دايما بيبقى في استغلال من قبل الهاكرز نفسهم، يلاقي مثلا طبعاً طفل قاعد بيلعب على لعبه، حبيبي مليني رقم الفيزا بتاع باباك، مليني رقم الفيزا بتاع مامتك، وهنزل لك مثلا حاجات في الجيمز. ده بقى موضوع خطير جدا للاسف. فللاسف هو دايما هنا يعني بيفهموا الولد ان مامتك او باباك مش عايزينك تلعب، مش بيحاولوا يستقطبوا عقول الاطفال. طب هو نقطه كبيرة. من اول السطر بقى في اللي حضرتك بتقوليه ده، المفروض مين اللي غلطان في الوقت ده؟ الاهل اللي هو ولي الامر اللي قائم على الموقف، ولا الطفل؟ مين بقى هنا؟ لا، ولي الامر طبعا. مش عشان اداله الموبايل وبس، هي الموبايل نفسه ما بقاش هو الفكره اللي مرعبه زي الاول.
الاول، ولكن فكره المتابعه فين؟ يعني فكره انت عارفه ابنك ايه الابس اللي هو بيدخل عليها، البرامج اللي هو بيستخدمها، مين اصحابه اللي هو بيتكلم معاهم، ايه حدود الشاتنج اللي بينهم اصلا عشان تعرفي الدنيا ماشيه معاهم ازاي؟ هل انت مديه لابنائك التوعيه الكافيه اللي تخليهم يكونوا في صراحه معاكي، يقولوا اي حاجه، حد اتكلمهم، حد عاكسهم، حد قال كلمه ملفته بالنسبه لهم ان هم يقولوا لك الكلام ده ولا لا؟ هل انت قادره تعملي تغذيه راجعه عند الطفل ده، او عامله عنده فيدباك بفكره ان هو يستفيد من قصص موجوده في الحياه، فيبتدي يعمل سيلف ديفنس لنفسه، او يعمل حيل دفاعيه لنفسه، ياخد باله بيها ان ده ممكن يكون حد متطفل عليه، او ان ده حد هاكرز او فالعيب مش في الطفل ابدا، هو لحد ما يبقى عنده 20 سنه علميا هو بالنسبه لنا ستيل طفل، حتى في القانون ده ستيل طفل بالنسبه لنا. فبالتالي طبعا فبالتالي هو لسه عنده الابيليتي الكافيه للتعليم. ففين حضرتك او فين حضرتك الاول قبل ما نلوم على اولادنا في النقطه دي، فين المتابعه اللي تخلينا نفهمهم نديلهم مطلق الحريه، ولا نقفل الدنيا عليهم؟ كل دي اسئله بتبقى مثاره دلوقتي واحنا ناسيين نفسنا. هو احنا مش بندي بنمنح او بنمنع، لكن الفكره احنا فين من المنع او المنح ده؟ طيب ده يخليني اتوقف مع حضرتك النهارده. طبعا انا معاك ان يبقى في روح تفاهم ما بين الام وابنها وما بين الاب وابنائه، ويبقى في يعني زي ما بيقولوا قاعده مع بعضهم طبعاً. ولكن انا النهارده لو انا بقول لام ابنها جاي مثلا يقول لها انا جربت ان انا ادخن في سن صغير، انا بتكلم بقى في سن بقى ال10 وال11 وال12 سنه، السن اللي هو ما قبل سن المراهقه، ابنها قال لها اصل انا واحد صاحبي كان جايب مثلا فيب او شيشه الكترونيه فانا جربت معاه، اصل انا كان حد بيشرب سيجاره، واحد مثلا صاحبه اكبر منه مثلا بثلاث اربع سنين، فهنا في فرق في العمر. فهل هنا بقى تصرف الام وابنها بيقول لها انا دخنت انا كذا؟ كتير من المشاكل دي مشاكل كتيره جدا طبعا اللي هي فكره انا المفروض عليا اعمل ايه كأم؟ اقول له طب ماشي حبيبي تعالى دخن قدامي جرب، عشان خاطر مثلا ان انا اخليه يعني ياخد تجربه قدامي، ولا كارثه بقى والاب يعاقب، ولا احرم ما نزلش، ولا ما خرجش مع الصحاب؟ انا النهارده عايز اتصرف تصرف عقلاني مع التطور اللي خلينا دايما مع الوسطيه، احنا الحمد لله دين وسط وامه وسط، فخلينا دايما مع الوسطيه في التعامل. ولكن فكره ان احنا نعمل ازاي كبح جماح لاعصابنا الفالته، عشان لما بنتي تيجي تقول لي ده انا كلمت ولد، او ولد يقول لي ده انا بحب بنت، او ولد يقول لي ده انا جربت اشرب فيب مع اصحابي، ولا اصحاب بيعملوا مثلا العاده الفلانيه فبيقولوا لي فانا المفروض اجرب، ولا اعمل ايه؟ وما ادراكي ما مشاكل المراهقه في هذه السياق. فالفكره هنا بان طالما المشكله جت لحد عندك فانت في نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني فكره ان انت فاتحه باب المصارحه ما بينك وما بين ابنك، او ما بينك وما بين بنتك، وبتيجي تحكي لك على كل حاجه، ده في حد ذاته انجاز يعني احييكي عليه لو انت واصله للمرحله دي. طب انت فرحانه اهو شلتي الكاس ووصلتي للمرحله دي، اعمل ايه بقى؟ اتصرف ازاي لما البنت مثلا تيجي تقولي ان هي كلمت ولد، ولا الولد يجي يقول لي ده انا هشرب سجاير مع اصحابي والمفروض ان انا اجرب؟ خلاص هو فعل الفعل بقى. المفروض ان نبقى مدركين الاول ان الطفل ده طالما جاني فانا الحمد لله كده ماشيه في تربيتي بشكل صحيح جدا جدا. لكن فكره الرفض دايما بتدي للطفل في السن ده الرغبه الاكتر بالظبط، يعني لان هو زي ما حضرتك بتقولي كل ما هو مرفوض يعني مثير للجدل اكتر بالنسبه لهم، ومثير يعني للمعرفه اكتر. طيب وفي نفس الوقت الجيل ده مش جيل اوردرز ابدا، ما ينفعش ان انا اقول لهم ايه لا او غلط وعيب وحرام وصح وغلط، ما فيش الكلام ده. المفروض ان انا بشكل براكتيكال او بشكل عملي ابتدي ان انا اوضح لهم هو غلط ليه، طب هو حرام ليه. يعني فكره ان انا بدي دايما او بتعامل في الدين مثلا بمبدا حرام 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 هيكره الولاد في الدين، غلط 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 هيكره الولاد في المجتمع. لكن لما ادي الحكمه من الحرمانيه وادي الحكمه من الغلط هخلي الولاد يحترموا اي تقاليد احنا بنتكلم عليها في المجتمع، او اي فروض ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في الاديان السماويه. فبالتالي فكره التفاهم مع الطفل في حد ذاتها واثاره الحوار حول الموضوع دي مهمه جدا. فكره طرح قصص شبيهه او امثله شبيهه بشكل غير مباشر عشان ما يحطش في دماغه ان ده بابا بيامرني ده ماما بتامرني، هتدي لهم دايما عظه بشكل غير مباشر هيتقبلوها، لكن لو بشكل مباشر مش هيتقبلوها. هنا بقى الازمات، هنا مين اللي المفروض في ازمات سن المراهقه بقى للاثنين، انا بتكلم بنات واولاد، انا النهارده في وقت الازمات يجب على مين التدخل؟ الام في الاول ولا الاب عشان يدي العقاب الصارم، ولا الام تسحب الاول الكلام من الابناء وبعد كده الاب يدخل بالعقاب، وهنا العقاب بتاع الاب لازم يبقى عقاب شديد عن الام؟ يعملوا ايه؟ ما هو مع اللي احنا فيه ده الموضوع صعب.
اي ست دايما بتقول المفروض نقول الاب، واي اب بيقول لا ما هي الام اللي بتربي. الام اللي بتربي، ايوه الفرخه ولا البيضه. بالظبط يعني، وفي النهايه لو غلط ده يبقى ابنك، ده لو صح ابني طالع لي، ما يعني دي متعارف عليها. خلينا منطقيين شويه يا جماعه، هو ما فيش شك ابدا ان التعاون المتبادل ده بيحقق التكامل في الاسره، سواء من الاب او من الام. ولكن ربنا سبحانه وتعالى سواء برضو في الشريعه او في الدين او في يعني او في العلم نفسه، دايما في فئات عمريه دايما بتحتاج الى الجنس المماثل ليها. بمعنى ان البنت في مرحله المراهقه لحد سن ال 21 سنه هي صرف محتاجه ماما، دي موضوع منتهي. مع ان دايما يقول لك البنات بتبقى قريبه لباباها. لا دي بقى أكتر. قصص بقى مختلفه في فكره القرب العاطفي، لكن مش في التفاهم، في حاجات ما ينفعش الاب يتكلم فيها. وكذلك الاب نفس القصه، الطفل في مرحله المراهقه دايما بيبقى محتاج ان هو يشوف الاب دايما هو الداعم ليه، هو القدوه ليه، هو اللي بينبهه، هو اللي بيحذره، هو اللي بيخلي باله منه، هو اللي بيستقي منه دايما الحب والعاطفه اللي الطفل يحس بيها، ان بابا لما بيقول لي اي حاجه هو فعلا بيبقى خايف عليا، مش مجرد تسلط. الاب النهارده لازم يبقى، الاب والام لازم يبقوا سند وظهر لابنهم. يعني انت يا ابني لو انت اغلطت انا في ظهرك، لو انت عملت ايه اي مشكله انا في ظهرك، انا عايزه اديله لابني الامان، انا في ظهرك، انا واقفه، انا بجيب لك حقك. هنا ده تصرف المهم بالصح. بالصح بالصح ليه بقى؟ لان انا عندي احد الحالات اب كان بيحاول ان هو يساير ابنه وعامل نفسه ان هو صاحبه قوي قوي لغايه ما شرب ستروكس معاه من كتر ما صاحبه. لا انت عندك ميول انحرافيه حضرتك، دي ما تجيبهاش حجه في انك مصاحب ابنك. في حدود يا جماعه، الحاجات دي محتاجه ان هي تتقنن بشكل تربوي وبشكل يعني علمي. السند والظهر ليه حدود في كل الاحوال. انا في ظهر ولادي وسندهم طبعا. طب وفي الغلط ولكن باشكال بقى مختلفه. باشكال مختلفه بالظبط. يعني يمكن المجلس القومي للطفوله والامومه الدكتوره سحر الصنباطي ما شاء الله عليها بصراحه قايمه بدور بناء جدا جدا. عامله اليومين دول بقى لنا حوالي اسبوعين تقريبا في مبادره صاحبوهم تكسبوهم، على غرار مبادره بدايه لبناء شخصيه الانسان اللي الرئيس عاملها، عشان تقول ازاي من خلال الخبراء والاستشارين في المجلس ازاي ان احنا نربي اولادنا. يعني ايه صاحبهم تكسبوهم؟ المصاحبه مش بمعنى ان انا صاحبهم للابد وخلاص في الدلع وشكرا، لا، في حدود لهذه المصاحبه، وازاي ان المصاحبه تكون دي بشكل علمي. يعني ما اقولش الكلمه لولي الامر واسيبه هو يخبط مع نفسه، لا، ده احنا بندي كمان محاضرات بنقول فيها ازاي ان احنا نستكشف المشاكل اللي موجوده عند الطفل ده عشان اقدر ان انا اساعده، ازاي ان انا صاحب الطفل ده ولحد فين المفروض، حتى لو في عقاب العقاب يبقى حدوده ايه، والعقاب في المره الاولى زي المره الثانيه زي المره الثالثه، وهل الفئه العمريه مختلفه في مستوى العقاب ولا لا. بالزبط. حاجات بتفرق كتير جدا يا جماعه. اذا كان الشخص او الطفل مثلا، نتكلم طفل مثلا سين 10 11 سنه، هو طبيعه الطفل ده شخصيه عنيده جدا، شخصيه صوتها عالي، شخصيه طول الوقت فيها عنف فيها ضرب. فانا النهارده المفروض لما انا يعني كأم النهارده او كأب اتعامل مع الشخصيه العنيده، حاول مثلا معاه بالمسايسه يعني مثلا بان هو يشيل مسؤوليه، يحمله مسؤوليه فوق. المفروض النهارده الطفل اللي زي كده الاب والام جربوا معاه كل الطرق، اي حاجه انت عايزها هجيبها لك، بدا الحرمان، في ضرب، في مش عارف ايه. فالنهارده طفل زي كده يعني خلينا نطمن الناس بس، عشان هم دايما عندهم رعب وبيزعلوني والله لما بيقعدوا يشتموا في الولاد وبيقولوا ده جيل عفاريت وجيل قرود وجيل ما اعرفش ايه. والله ابدا، هو جيل حفاريت، هو جيل غريب والله ابدا. والله هم غلابه جدا الحقيقه. هم ولاد حضرتك عدوا المرحله دي؟ لا والله خالص، لسه عندي برايمري فور يعني برضه. طيب يعني برضه، بس انا يعني صحيح انا بعاني، انا واحده من الناس بعاني فعلا بالزبط. من فكره ان انا مربيه تربيه ايجابيه، لان في استقلاليه في الراي وفي حريه في الراي، والمفروض انت بتعملي كذا فانا اعمل كذا، فابتدى يبقى في مساواه اصلا في الرؤوس. بس يعني لازم نسمع هنعمل ايه. دكتور كده لما بتتعصبي عليها مفيش حاجه بتتحذف؟ لا انا بحاول اوطي صوتي، لان الجيران لو سمعوا هيقولوا دي اللي بتقول لنا محدش يتعصب. بالظبط، يعني اصل دايما بيقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، فحضرتك في الاساس انت اللي بتفيدينا وانت اللي بتقعدي دايما تقولي نتعامل ازاي مع اولادنا. لما بنتك النهارده بتخطا بتعملي ايه؟ لا اولا طبعا ببين لها جدا ان انا واخده موقف منها وبزعل قوي قوي، وبين لها ان انا صعبان على نفسي جدا، ان انا ما اتوقعش منك ان انت تعملي كده، انت احسن من كده، انت افضل من كده. حتى لو في مثلا درجات نقصت منها ولا حاجه بتكلم معاها طبعا انا وباباها، مش عيب ان احنا ننقص في الدرجات، بس نفهم الدرجه دي نقصت ليه، نفهم الدنيا ماشيه ازاي. ننام بدري عشان انت عودتي على التربيه دي من الاول من وهي صغيره. لكن اللي بقى بس الفكره ان بقى دلوقتي احنا وصلنا سفينه ودلوقتي عايزين نغيره، نيجي نقنع بحاجات معينه. مثلا لو هي بتسمع مثلا حلقه ماما انت قلتي كذا، ايوه حبيبتي ما هو ده عشان مراحل معينه، انت لسه الموضوع بالنسبه لك مختلف. يعني ما ينفعش اخرج مع اصحابي، ما انت بتقولي ان المفروض يبقى فيه حريه وفي صداقه، بس مش السن ده يعني لسه شويه يعني. فبنقعد بقى ايه يعني في نديه شويه كده في الحوار، ولكن الحمد لله بنوصل لحل في النهايه. يعني احيانا بيبقى الضرب ممكن يبقى حل،
عند بعض الاباء، يعني هو شايف ان هو حذره مره واثنين وثلاثه وعشره وعمال يحاول معاه ويتفاهم معاه، فاحيانا ممكن يبقى في تطاول من الاب او من الام، وطبعا معروف ان الام اكتر هي اللي بتضرب عن الاب علشان يبقى في خشوع شويه. فحضرتك شايفه التصرف ده؟ شوفي، هو حتى لو حد مننا فلت منه تصرف زي ده، بقدر الامكان نحاول ان احنا نعرف ان مش ده الحل النهائي ابدا. لان احيانا فاكره زمان لما كانوا اهالينا بيقولوا لا ده مش هيفرق معاه الضرب، ده نحس خلاص. على فكره دي قاعده علميه، فكره ان طفل يتعود على الضرب هتلاقيه بيعمل اي برضو مصيبه. فاكره على الام المصريه الشبشب المصري على الام المصريه يعني بس ففي برضه كده وفي كده بالظبط. فهي فكره ان انا ممكن اعود الطفل ان دي عاده خلاص، ايه يعني هيعمل اي مصيبه واخرها يتضرب علقه وخلاص. يعني مش هبقى عودته على فكره ان يبقى في كينونه لجسده او احترام لجسده او ان محدش يلمسني باي لمسه مؤذيه، سواء هي لمسه تحرش او لمسه اعتداء او لمسه ضرب باي شكل من الاشكال، هبقى فقدت النقطه دي. فما انصحش ابدا بفكره الاعتداء المستمر. ممكن ان انا انهر الطفل على تصرفه، المره الاولى غير الثانيه غير الثالثه، زي ما بنقول مره هحرم من المصروف، المرة التانية مش هنخرج في المشاوير اللي انت عايزاها او اللي انت عايزها، المرة التالتة لا خلاص مفيش موبايل مثلا خالص كده. يعني بعدد الاساليب اللي بعاقب بيها عشان ما يبقاش الموضوع صادم. مشكلة في السن اللي احنا فيه، وخصوصا طبعا احنا دلوقتي في مدارس، ومين كل الامهات اللي بيتفرجوا علينا عارفين المشاكل اللي بتيجي من اولادهم واولادنا جميعا، يعني انا ابني رقم واحد في المشاكل يعني. فالنهارده الطفل هو بيبقى عايز يثبت شخصيته، فدايما ايديه سابقه عقله. وبس مش 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 عند طفل واحد ولا اتنين ولا تلاته، معظمهم الجيل اللي طالع بيقول لك يعني القوه في ايده مش في لسانه، القوه مش في عقله. ليه بقى؟ فدي بقت ظاهره، لا بقت ظاهره. خشي المدارس النهارده هتلاقي كل يوم والتاني في اطفال ضاربين بعض، عاملين بقى وفي ابتدائي واعدادي يعني، وكمان في اعدادي بقى تبقى في بعض المدارس أسوأ. الحكوميه اسوأ كمان يعني. فالنهارده انا المفروض عشان اغير فكر ومنظومه الطفل خلاص اوريدي اتربى على كده ازاي؟ لا ما هو بصي، هو ما فيش طفل هيعتدي على طفل اخر الا في بعض الحالات. حالة ان يكون بيعنف في البيت بشكل غير عادي، فلازم يكون بيطلع هذه الطاقة السلبية. دي حاجة تمام. لازم لا على فكرة، حتى لو الطفل اللي متعود دايما على السلمية مش هيضرب حتى لو اتضرب على فكرة، او نادرا ما ان هو يعني يكون بياخد رد فعل معاكس للموقف تماما يعني. السبب الثاني قلنا السبب الاولاني هو يكون بيعنف من الاسرة تعنيف شديد جدا، وممكن ما يكونش بيعنف من الاسرة ولكن بيتعرض لالعاب الكترونية عنيفة جدا جدا بتخليه دايما عنده ده اسلوب حياة. احنا ما فيش اكتر من احنا قلنا يا جماعة الالعاب الالكترونية بعض الاسامي ليها عشان ما نبقاش بنروج ليها يعني، تسببت في ارتفاع الادرينالين لدرجة ان الاطفال جالها سكتات قلبية. ده حقيقة. الموضوع ده حقيقة. يعني مصيبة. ففكرة ان احنا نستهين بان ده، احنا ساعات بنشوف اطفال بيلعبوا الالعاب الالكترونية دي انت بتستغربي انا ابني شكله كده ليه او بنت شكلها كده ليه، ولو عديتي من جنبهم ممكن يحصل لهم اثارة عصبية غير عادية. فالحاجات دي كلها بتختزل داخل الجسم لانه ما فيش اي حركة بالنسبة لهم، والمتعارف عليه ان شقاوة الطفل في ايه؟ في حركته. فلما تكون كل الطاقة دي مختزلة بالنسبة له بيضطر ان هو يلجأ للعنف لما يكون في وسط مجتمع عام. فده برضو رد فعل مباشر نتيجة الالعاب الالكترونيه بشكل كبير جدا. او الحرمان البيئي، ممكن يكون حد عنده حرمان بيئي اساسا، مش بيتعامل مع حد، ما حدش بيتعامل معاه، منبوذ من الاسره او من المجتمع بشكل او باخر نتيجه الفقر، نتيجه الجهل، نتيجه قله الثقافه، اي حاجه من الحاجات دي، فبيبتدي يعمل لفت انتباه. الطفل هو اللي بيعيش نفسه ان انا منبوذ، وممكن يكون عنده كل حاجه مباحه وكل حاجه مجانة. بس مش من نفسه، مش ممكن طفل يطلع كده من نفسه. بصي خليني يعني انا مش غيره الابناء وبعضها يعني، غيره الابناء ممكن من بعضها احيانا واحيانا التكالب على المستوى الاقتصادي وتعديل المستوى الاقتصادي بتخلينا فعلا نترك اولادنا زياده عن اللازم. احيانا في ثقافه اولياء امور، يعني كتير من اولياء الامور بلاقي والله ده ابوه طفحان الدم ليل ونهار وبيشتغل ليل ونهار مش بخليهم محرومين من حاجه، وانا والله ليل ونهار بغسل وانضف واعمل لهم احسن اكل واحسن شغل. مش تربيه دي حاجه، احنا لو مربين قطه او كلب في البيت هنقول اللي احنا بنقوله ده، لكن فكره التربيه ازاي ان انا اقوم سلوكه، ازاي ان انا اعمل له بناء شخصيه، ده موضوع كبير مش مجرد اكل وشرب. صاحبهم تكسبوهم، هل هنلاقيها داخل المدارس؟ والله هو الحمد لله المجلس دلوقتي بصدد ان هو يسعى لنشر هذه المبادره بشكل او باخر ان شاء الله في المدارس، وهي بتتنشر يعني يكاد يكون كل كام يوم نصائح رسميه على صفحه المجلس. النصائح المكتوبه والمقروءه حاجه، والنصائح اللي هي معموله المباشره لا لا طبعا معمول ليها بس فيديو يعني دي اعتقد بتبقى مختلفه تماما. لان هو مش وارد ان كل اللي يكون بيشوف الفيديوهات دي يكون عنده ثقافه القرايه الكافيه، او بالزبط. ممكن يكون بيعرف يقرا لكن ما عندوش ثقافه ان هو يحلل الموضوع بشكل كافي يعني. في ناس لكن المحاكاه الوجهيه بتفرق كتير مع المشاهد. واعتقد كمان يعني بقى في دلوقتي بقت في كتب قيم واخلاقيات بقت بتدرس دلوقتي في المدارس، وبقى الموضوع يعني
في شويه وفي بعض المدارس جايبين استشاريين نفسيين دلوقتي في المدارس. في مدارس كتير بتستعين باستشاري نفسي داخل المدرسه الحقيقه، وده مهم جدا لان الاستشاري النفسي والتربوي هو اللي هيخلي الطفل اصلا او المدرس هو كمان يعرف يعني ايه يوصل معلومه. فكره ان في مدارس كتير بتهتم بمجال المحاضرات للمدرسين وللاداريين ولاولياء الامور، بس طبعا كل واحد على حده لان الرساله بتبقى مختلفه من حد للتاني عشان يقدروا فعلا يكتسبوا الطفل ده. فكره ان احنا بنحاول نوصل للاهالي ان احنا مش في حرب مع المدارس، مفيش حاجه اسمها ان المدرس لما يجي يقول ان ابنك حصل منه 1 2 3 يبقى معناها ان انت تروح وتقول لا انا ابني مش متربي، يعني ما حدش يقول على ابني مش عارفه ايه، لا خالص الموضوع مش كده. الموضوع ملوش علاقه بالتربيه، لان احنا بنقول لغايه ما يبقى عنده 20 سنه هو قابل اصلا لتعديل تربيته وتعديل سلوكه. اصدقاء ممكن ياثروا في بعض طبعاً. بالسالب وبالايجابي كمان طبعا طبعا. وجماعه الاقران في مجال علم النفس لا يستهان بها في بناء الشخصيه اطلاقا، يعني فكره ان احنا نهمل او ما ناخدش بالنا من اهميه ان يعني ايه في اصحاب، دي مصيبه، لان جماعه الاقران والاصدقاء دي بتمثل جزء من شخصيه الطفل. ازاي ان احنا بقى ندعم عندنا في البيت وندعم في المدرسه وندعم في النادي ان احنا نكون متعاونين مع بعض ازاي، ان احنا نكون بنحب اصدقائنا ازاي، ان احنا نكون متعاونين مع بعض ازاي، ان كل واحد فينا يكون متكامل مع الاخر ازاي، لان احنا عندنا يعني برضو احد المشاكل اللي هي ايه، ما نتعاملش مع اللي بيتعصب، ما نتعاملش مع اللي بيضرب، ما نتعاملش مع القصير، ما نتعاملش مع الطويل، ما نتعاملش مع البخيل. لا يا جماعه هنلاقي بعد كده نفسنا الون في المجتمع. لكن المفروض الصح ان انا بعمل تكامل ما بين الاطفال وبين بعضها، وكذلك الكبار كمان على فكره لازم يكون في تكامل ما بيننا. لذلك دايما احنا بنوجه المدارس لما تكون بتعمل مجموعات للاطفال لاداء مثلا اكتيفيتي معين مثلا باي شكل من الاشكال، ما ينفعش ان انا اعمل مجموعه الفائقين، ده غلط ده غلط، ما ينفعش اعمل مجموعه الضعاف، لا المفروض ان انا بعمل تكامل ما بينهم. يعني لو مثلا هعمل مثلا النهارده نشاط للغه العربيه او اللغه الانجليزيه عن قصه معينه، هستغل الطفل اللي بيرسم كويس جدا عشان يعمل لي غلاف للقصه اللي احنا هنالفها مع بعض. حد مش شاطر قوي بس خطه جميل جدا، هستعين بيه ان هو اللي يكون بيكتب لي احداث القصه. حد يكون عنده سرد قصصي حلو جدا، هستعين بيه ان هو اللي يحط لي الافكار العامه. حد شاطر في الالقاء والمخارج اللغويه بتاعته حلوه جدا، هستعين بيه ان هو اللي يكون بيقول هذه القصه. بالتالي انا بعمل تكامل اصلا معرفي ما بين الاطفال دول وما بين بعضهم، وهنجحهم كمجموعه مع بعض. لكن لو انا تعمدت ان انا دايما احط الشاطرين مع بعض والمستوى المتوسط مع بعض، لا ده مش هيحقق التكامل. تفرقه بالظبط كده. طب انا النهارده يجب على كل ام وكل اب في سن المراهقه ويتقبلوا ازاي ان ابنائهم جايين بيقولوا لهم هم عملوا كارثه كبيره. بنتي بتقول لي انا بحب ولد وهي لسه في سن صغير، ابني جاي يقول لي انا اصل انا بصراحه يعني شربت سجاير والموضوع عجبني وعايزك. انا النهارده يجب على كل ام وكل اب يعملوا ايه علشان يخرجوا جيل سليم؟ يبداوا بنفسهم الاول، يعني فكره ادراك مرحله المراهقه ومرحله ان مرحله المراهقه دي مرحله في منتهى الخطوره وفي مرحله من التضارب النفسي الغير عادي مع الطفل، دي هتخليني احترم ان هو فعلا مش مستقر. يعني هو الطفل نفسه في حد ذاته في الوقت ده هو في حاله من التوتر والقلق الغير عاديه، هلاقي نومه متلخبط، بيسهر، نفسه مسدوده، يا اما شهيته مفتوحه زياده عن اللازم يعني الحاجه وعكسها، يا اما بينام كتير جدا يا اما ما بينامش خالص برضو الحاجه وعكسها، ما عندوش محاكاه مع البيت خالص، يا ابني انت قاعد لوحدك على طول ليه؟ يعني الطفل في المرحله دي هو فعلا في حاله صراع جدلي مع نفسه ومع مهاراته الحياتيه، بيبتدي يستكشف ذاته بشكل مختلف، بيبتدي يبقى عنده اكتشاف للهويه الجنسيه بشكل مختلف. فبالتالي هو نفسه بيبقى عايز يبين ايه ده، يعني انا كده كبرت، طب خلاص يبقى انا كده المفروض ابقى بابا، المفروض اخد استقلاليتي، المفروض ابقى ماما، المفروض انا يعني وهكذا. فبالتالي لازم ناخد بالنا من ان هو فعلا في مرحله اضطراب شديده. لو انا ادركت المرحله دي بخطورتها دي هقدر ان انا اسند طفلي واقدر ان انا ادعمه واقدر احتويه واقدر اوجهه فعلا بشكل صحيح. يبقى اذا البدايه لازم تيجي من البيت الاول طبعاً. قبل طبعاً. ما اروح للاولاد طبعاً. في الحقيقه الحلقه معاكي شيقه جدا والحديث معاكي ممتع ولكن لازم وقتنا بيخلص طبعا. بشكر ثلاث حلقات الحقيقه في الحقيقه صحيح يعني طبعا بشكرك جدا دكتوره ولاء شبانه استشاري الصحه النفسيه ومستشار المجلس القومي للامومه والطفوله، نورتينا النهارده. مشاهدينا الكرام كده خلصت حلقتنا النهارده، واتمنى يكون موضوعنا نال اعجاب حضراتكم. ولكل ام ولكل اب خلي بالكم من اولادكم، صاحبوهم هتكسبوهم في الفتره اللي جايه، احنا يعني في زمن صعب قوي والجيل ده ربنا يعيننا عليه في كل مراحله. هشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاثنين الجاي الساعه 2.